إذا لبس المرء على قدميه أكثر من حائل، لبس شرابا وحذاء، لبس شرابا وبسطارا، لبس شرابين، لبس شرابا وخفا، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعددة، نقول إن من لبس على قدميه حائلين فإن العلماء يسمون هذه المسألة بمسألة الفوقان والتحتان، فيقولون من لبس خفين فإن الأسفل الذي يباشر القدم يسمونه بالتحتان، والذي يكون ظاهرا يراه الناس يسمى ماذا؟ الفوقان. قد يكون الفوقان حذاء، وقد يكون جوربا، وقد يكون خفا، وقد يكون غير ذلك كاللفائف وغيرها، إذا كانت تثبت بنفسها ويمكن المشي بها. طيب، إذن انظروا معي هذه المسألة، هذه المسألة فيها كلام بأهل العلم، والأظهر في الدليل أننا نقول هل الحكم للسفلي أم الحكم للعلوي، للفوقاني أم السفلي وهو التحتاني؟ نقول يختلف الحال، فباعتبار الستر لمحل الفرض العبرة بهما معا، يعني لو كان الشراب الأسفل مشقق من جهة والشراب الذي أعلى منه يستر من جهة أخرى، فنقول مجموعهما ساتر، إذن العبرة بهما معا. من أمثلة ذلك بعض الناس يلبس شرابا وفوق الشراب حذاء والحذاء دون الكعب، نقول ما دام مجموع الاثنين يستر المحل فيجوز المسح حينئذ على الحذاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه باعتبار المدة العبرة بالتحتان، فالتحتان إذا لبسته وبدأت المدة بأن أحدث المرء قبل لبسه الفوقاني فقد ابتدأت المدة بالتحتان لا بالفوقاني. سائر الأحكام الباقية كلها متعلقة بالفوقاني. كيف؟ إذا لبست اثنين وأردت أن تمسح، هل تمسح الذي تحت أم الذي فوق؟ الذي فوق، فتمسح الفوقاني، هذا واحد. ثانيا أنك إذا خلعت الفوقاني فما الحكم؟ كأنك خلعت الاثنين، فحينئذ ما الحكم؟ ذكرناها قبل قليل، قبل دقيقتين، ما الحكم؟ تمنع من المسح عليه إذا لبسته حتى تتوضأ. ولذلك بعض الناس قد يلبس شرابين فيمسح على العلوي منهما ثم يخلعه ويبقى على الثاني، هل أمسح على الأسفل؟ نقول لا، لا تمسح، وإنما الحكم للفوقاني. حينئذ في سائر الأحكام، فإذا خلعته انخلع، وهكذا من الأحكام التي أوردتها لك قبل قليل. هذه المسألة هي كلام فقهائنا، إلا في مسألة واحدة، فإن فقهاءنا يشترطون للفوقان ما يشترط للتحتان، بأن تكون أن يكون لبسه على طهارة غسل رجل، ولكن الأقرب دليلا أنه يجوز لبس الفوقان ولو كانت الطهارة طهارة مسح، لأن طهارة الغسل تعلق بها ابتداء مدة المسح لا مطلق المسح. هذه المسألة الأخيرة في المسح على الخفين.